بسم الله. بص يا شباب، برنامج ساب، كلمه اسم البرنامج اصلا ساب 2000. كلمه ساب دي اختصار لجمله ستراكشر اناليسيس بروجرام، يعني برنامج تحليل الانشاءات. هو البرنامج اسمه ساب 2000 لان في برنامج تاني اسمه ساب بقى حاجات بتاعه تجاره وبكالوريوس اللي هي الحاجات بتاعه الماليات وكده، مش تبعنا خالص. اما برنامج الاستراكشر اسمه ساب 2000، في منه فيرجنات، من اول فيرجن 1 لحد فيرجن 20 اللي هي احدث حاجه. اي فيرجن تشتغل عليها مفيش مشكله، بفضل لك من اول فيرجن 14 و16 و20، الثلاثه دول مميزين انت تشتغل عليهم. تمام، احنا ان شاء الله هنشتغل على فيرجن 20 في الكورس بتاعنا اللي هي احدث حاجه. طيب برنامج الساب ده عباره عن ايه؟ برنامج الساب ده عباره عن استراكشر اناليسيس جروب. يعني ايه مهمته؟ عارف ماده الاستراكشر اللي احنا بناخدها في الدراسه؟ هي بالظبط عباره عن الساب. انت بتعمل ايه في الاستراكشر ده؟ بجيب لك المساله وبتقعد تهري كتير كده، في الاخر بتطلع خمس قيم: البندنج مومنت دايجرام، الشير فورس دايجرام، النورمال فورس دايجرام، الرياكشن رياكشنات، والديفليكشن. هما دول الخمس قيم اللي احنا بنطلعها، هي نفس شغلانه الساب بالظبط، بس هو اللي بيهري بقى. انت تدي له المساله وقول له طلع لي الخمس قيم، يطلع لي الخمس قيم. هي دي مهمه. طيب كبرنا شويه وبدانا ناخد كورسات، بدانا ناخد خرسانه. في الخرسانه بنعمل ايه؟ الخرسانه احنا بنجيب المنشا ايا كان بقى، سقف، كاميرا، حتى اي حاجه. بنعمل ايه فيها؟ بنقعد نهري كتير كتير كتير، وفي الاخر بنطلع نفس القيم دي. وبعد كده من خلال القيم دي بنبتدي نسلح، نطلع قيمه التسليح ونطلع التخانات. هو دي مهمه برنامج الساب. برنامج الساب هيطلع لك قيمه المومنت، هعلمك معادله بسيطه تطلع قيمه الحديد، طلع لك قيمه الشير، هعلمك معادله بسيطه هيطلع لك قيمه الكنات، وهكذا كل حاجه في البنود بتاعتنا من الاول للاخر. زي ما انا اتكلمت معاكم الحاجات بتاعه الكورس اللي هتشرح فيها ده، قلتها لكم المره اللي فاتت، هقولها لكم تاني. بس دي الحاجات اللي هنشتغلها، عباره عن ثلاث مستويات هناخدهم كلهم مع بعض ان شاء الله. اول جزء خالص ده جزء ستراكشر، انا بسميه ستراكشر. عباره عن ايه؟ هعلمك بس ان انت تطلع الخمس قيم دول اللي احنا اتفقنا عليهم من غير ما تعمل حاجه ثانيه، طلع الخمس قيم وبس. طيب تمام، زيها زي الاستراكشر. هناخد امثله على البيم، الكاميرات والفريمات والتراس اللي هو الستيل. هدفي من الامثله من المستوى ده والليفل 1 ده انك تتعلم اوامر البرنامج اكتر من ان انت تتعلم تصميم. كده كده لسه التصميم هشرحه لك في ليفل 2 بالتفصيل، بس تعلم برنامج ده ماشي ازاي، والاوامر بتشتغل ازاي، والخطوات بتاعت الشغل ازاي. في نفس الوقت هديك في الاخر التراس اللي هو الستيل، تشوفه برده على البرنامج شكله عامل ازاي، والفريم والبيم اللي هي الخرسانات. هندخل بقى على ده اهم ليفل عندي، ليفل 2. ده عباره عن خرسانه كامله بقى، ديزاين كامل. علمك الاستاتيكال سيستم. الاستاتيكال سيستم دي اللي هي اول حاجه، لا ازاي، على اي اساس بنقول هنستخدم السقف ده سوليد او فلات او هولو او بانل، على اي اساس بنحط اماكن الاعمده، امتى نحط كاميرات ونحطها ليه وفين، كل الحاجات اللي هي النظام اسمه يسمى النظام الانشائي، ازاي نظبط النظام الانشائي بتاع المبنى اللي عندي. ده هنتعلمه في الاستاتيكال سيستم. وبعد كده هنمسك سقف ناخد عليه حصه كامله، سوليد هولو فلات بانل. بعد كده ناخد حاجه اسمها الدي اكس اف، ده عباره عن طريقه تحويل من الاوتوكاد لبرنامج الساب. طيب بعد كده ناخد الاعمده، نتكلم عن انواع الاعمده واشكالها وبتتصمم ازاي. بعد كده نتكلم عن الفاونديشن كلها. وبعد كده في حاجه اسمها 3 دي موديل، دي عباره عن احمال الزلازل والرياح تيجي على المنشات في اوقات معينه، وامتى تيجي وامتى ما تجيش، وازاي بنحسب قيمها ونخلي المنشأ سيف فيها ازاي. بعد كده السلالم والتنكات، وده برضو برنامج صغير غير الساب اسمه سي ساي كولوم، ده هنستخدمه في 3 دي. طيب قبل ما نبتدي الكورس ده انا محتاج منك ايه؟ انا مش محتاج منك حاجه، اي حاجه ليها علاقه بالدراسه انا هشرحها لك. سيبك من انت بتاخد دروس، انا هشرح لك كل حاجه ليها علاقه بالدراسه. مش محتاج برضو تبقى عارف اوتوكاد، لان احنا مش هنشتغل على الكات كتير في البرنامج ده، هنشتغل فيه بخطوه خاصه واثنين. محتاج بس تكون مركز معايا وتطبق. انا بديك حاجه النهارده تروح تطبقها قبل ما تيجي المره الجايه، لازم تكون مطبقها في البيت، لازم، عشان لو ما طبقتهاش تلاقي نفسك ايه بتضيع. طيب نبتدي. في
حاجة مهمة عندي اسمها التايب اوف اكسس. عبارة عن ايه التايب اوف اكسس ده؟ الاحداثيات. في نوعين من الاحداثيات، حاجة اسمها الجلوبال اكسس واللوكال اكسس. طيب ايه هي الجلوبال اكسس وايه هي اللوكال اكسس؟ الجلوبال اكسس دي عبارة عن الاحداثيات العامة في المبنى اللي هي الاكس والواي والزد. طب اكس واي وزد دول مكانهم فين؟ اعرف ازاي ان انا في اكس ولا في واي ولا في زد؟ هات اي كورنر في البيت عندي، ده كورنر ده، وامسك النقطة دي. لو مشيت كده يعني عشان مش باين، ده كده تعالى عند اي كورنر، لو مشيت في اتجاه لفوق ده زد. طيب لو مشيت في الاتجاه ده او في الاتجاه ده واحد اكس واحد واي. طب معنى كده الكاميرا اللي موجوده عندي في السقف ده ثابته. ده كده لو انا عايز ابص لها ببص لها كده بلان. الحيطه دي لو عايز ابص لها ببص لها ازاي؟ في اتجاه ايه وايه؟ اكس وزد. طيب الكاميرا دي لو ببص لها تلفزيون كده ببص لها في اتجاه ايه؟ واي. ازاي؟ ازاي هقلها لي واي ازاي؟ هي اللي في وش اهو هيبين اهي. لا اهو ادي الاكس وادي الزد وادي الواي. انا ببص على الحيطه دي اهو اكس، مش الحيطه اهي؟ اهو اكس وزد. طب تمام الكاميرا، ما الكاميرا برضه في نفس فوق الحيطه، مش الكاميرا والحيطه مع بعض؟ برضه اكس زد. طب لو انا عايز ابص بقى على السقف اللي موجود هنا ده ابص على السقف ده ازاي؟ اكس واي. يبقى من الاخر كده اي حاجه عايز ابص عليها اليفيجن ببص عليها في اتجاه، حاجه ببص عليها بلان اكس واي. يبقى برضو من الاخر كده الفريم البيم والفريم والبيم والفريم بنبص لهم اكس وزد. اي سقف فهمت كده؟ دي كده اسمها جلوبال اكسس، يعني الاحداثيات العامه بتاعت المبنى بتاعي بتاعت اي حاجه. في برنامج، في حاجه ثانيه اسمها اللوكال اكسس، دي احداثيات خاصه بالبرنامج، برنامج الساد. يعني الاحداثيات الاكسس اللي هي الاكس واي زد موجوده في الدنيا كلها، اما في احداثيات خاصه ببرنامج الساد بس بيسميها اللوكال اكسس، دي لسه هنتعلمها قدام واحنا شغالين مع بعض. طب تمام، اي منشأة جوه برنامج الساد بتحل خمس خطوات. مشيت وحفظت الخمس خطوات ورتبتهم في دماغك خلاص انت كده بقيت برنس في البرنامج. طب ايه هما الخمس خطوات؟ اول خطوه اسمها ادخال الاحداثيات. طب يعني ايه احداثيات؟ هنتكلم على كل خطوه ده. الخطوه الاولى ادخال الاحداثيات اللي هي الابعاد، تعريف القطاعات، يعني بتعرف المنشأ القطاع ده بتاعك عباره عن ايه. رسم المنشأ بترسمه على الساد. ادخال الاحمال بتدخل الاحمال، حل وظهر النتائج بتطلع الخمس قيم. طب نمسك واحد واحد نفهمه. اول حاجه ادخال الاحداثيات. هو انا دلوقتي دي كاميرا قدامي، الكاميرا اللي عندي دي هشتغل عليها في انهي مستوى؟ في اكس واي ولا اكس زد ولا واي زد؟ انت قلت اكس زد اكس زد صح كده؟ مش لسه قايلينها؟ ايوه. يبقى دي في اكس زد. ادي بقى احداثيات في اتجاه اكس، احداثياتك كام؟ 4. تمام في اتجاه زد مفيش، ده حمل. لا مش الكاميرا نفسها. يبقى انا ما عنديش حاجه في اتجاه زد، يبقى انا عندي في اتجاه اكس 6 و4 و9. طب تمام، يبقى اول حاجه هنا، اول حاجه في خطوه ادخال الاحداثيات بقول له انا هشتغل في البلاد اكس زد، هشتغل في المستوى اكس زد. ايه دبس بتاع؟ لا دبس بتاع الكاميرا ده مش من الاتجاهات، ده في تعريف القطاع بعرف القطاع ده ليه دبس بتاعه. طيب انا بقول له ان انا المبنى بتاعي ده في اتجاه اكس زد، عندي في الاتجاه اكس ابعاد 6 4 9 وفي زد مفيش. دي كده اول خطوه اللي هي خطوه ايه؟ ادخال الاحداثيات. طيب الخطوه اللي بعد كده تعريف القطاعات. احنا قلنا احداثيات خلى احداثيات، وبعد كده تعريف القطاعات، وبعد كده رسم المنشأ. ده كده قطاع خرساني. عشان اعرف القطاعات بعرف اربع حاجات فيها.
اول حاجه هي دي عباره عن ايه؟ القطاع ده عباره عن ايه؟ دي كاميرا صح؟ الكاميرا دي نوعها خرسانه كونكريت. طب هو الكونكريت دي الخرسانه دي ثابته ولا ليها مواصفات خاصه؟ ليها مواصفات تختلف من مكان للتاني صح كده؟ يبقى اول خطوه ان انا بعرف الماتيريال بتاعت الكونكريت دي، بقول له الكونكريت دي الاف سي بتاعتها بكذا، الجامه بتاعتها بكذا، يبقى دي اول خطوه. طيب تاني خطوه نوع ماده العنصر، العنصر اللي انت شغال عليه ده نوعه ايه؟ خرسانه. طب شكل القطاع مش ده القطاع؟ الشكل ده ريكتانجل ولا سيركل؟ ريكتانجل مستطيل. طب المستطيل ده ابعاده كام في كام؟ هتقول له العرض بتاعه بكذا والارتفاع بتاعه بكذا. يبقى في خطوه تعريف القطاعات انا محتاج اربع حاجات، بعرف خواص المواد المستخدمه، بقول له مثلا ان الخرسانه دي خواص بتاعتها كده، وبختار نوع الماده بقول له انا نوع الماده ده خرسانه، وشكل القطاع ريكتانجل، وابعاد القطاع اللي هي البي في التي. تمام كده؟ الصغيره دي بي والكبيره اللي هي دي بالانجليزي يعني ويتس، ودي تبس عمق، ودي عرض. فهمت كده؟ دي الخطوه الثانيه. الخطوه رقم ثلاثه رسم المنشأ. بص بقى برنامج الساب مقسم الرسم كده لثلاث حاجات. تمام؟ اول حاجه فريم، حاجه اسمها اريا، حاجه اسمها سبورت. طيب يعني ايه فريم ويعني ايه اريا ويعني ايه سبورت؟ اي حاجه تترسم خط البرنامج فاهم ان اسمها اسمها فريم. بمعنى مش الكاميرا دي عباره عن خط كده؟ مش احنا كنا بنرسمها كده في الاستراكشر خط، يبقى البرنامج بيدلعها وبيسميها ايه؟ فريم. طيب الفريم اللي احنا بنرسمه بقى اللي احنا عارفين هو اسمه فريم مش بيبقى كده؟ مش ده الفريم؟ ده عباره عن خط وده خط وده خط، يبقى البرنامج بيدلع الثلاثه وبيسميهم فريم. اي خط اسمه فريم. تمام كده؟ يبقى اي خط جوه البرنامج بيدلعه ويسميه فريم. طيب الفريم ده عباره عن ايه برضه؟ البرنامج فاهم الفريم ده يعني ايه؟ احنا بنتكلم دلوقتي باللغه اللي فاهمها البرنامج. طيب هو فاهم الخط ده عباره عن ايه؟ فاهم ان ليه نقطه بدايه وليه نقطه نهايه. وبيتكون الخط، اي خط عامه في تعريف الخط هو مجموعه من النقاط اللي جنب بعض، صح؟ حلو، يبقى هو بيتكون نقطه بدايه ونقطه نهايه، دول المهمين، وشويه نقط في النص جنب بعض كتير قوي. نقطة البداية والنهاية البرنامج بيدلعهم وبيسميهم جوين. نركز في الأسامي دي. يبقى أي خط اسمه؟ فريم. أي البداية والنهاية اسمهم؟ فريم. طيب النقط اللي جوه بيسميها بوينت. يبقى أي خط فريم. أي نقطة البداية والنهاية جوين. النقط اللي جوه؟ بوينت. طيب حلو. طب تمام ده كده بالنسبه للفريم. طب الاريا، اي مساحه بتتسمى اريا. طب يعني ايه يا باشمهندس مساحه؟ مش السقف ده عباره عن مساحه؟ هو اريا اي بلاطه يعني. الاساسات مثلا مش اللبشه دي بلاطه؟ يبقى اريا. يبقى اي مساحه بيسميها اريا واي خط بيسميه فريم. طب تمام. السبورتات بقى اللي عندي اللي بتتحط، السبورت بيتحط فين اصلا؟ مش السبورت بيبقى غالبا يا في بدايه ونهايه الخط؟ يعني بيتحط في نقطه ايه؟ الجوينت. هو على طول بيتحط في نقطه الجوينت اهو. شكل السبورت بقى احنا كنا بندرسها، كان بيقول لك ان السبورت في ثلاث انواع، الرولر والهنج والفيكس، صح كده؟ تمام. الرولر احنا كنا واخدين شكله عامل كده، دايره هنا صغيره كده وبالمنظر ده، يا اما كده وسيب حته صغيره كده، صح؟ ده اللي احنا واخدينه. برنامج الساب بيدلعه وبيخليه بالشكل ده، بيرسمه الشكل ده. تمام. طيب الهنج احنا كنا واخدينها كده وهو البرنامج بيخليه شكلها زي ما هي. طب الفيكسد احنا كنا واخدين ان الفيكسد كده بالمنظر ده، هو البرنامج بيرسمه كده، بس ده مش معناه ان دي في زاويه ودي في زاويه، لا هو البرنامج رسمته كده. كده اتفهمت؟ يبقى كده عندنا سريعا كده الفريم، اي خط فريم، بدايه ونهايه الخط اي نقطه جوه الخط السبورتات بتتحط في اماكن الجوي، انواع السبورتات رورال هينج فيكسز، صح كده؟ صح كده. اي مساحه اي بلاطه بنسميها اريا. لحد دلوقتي في مشكله؟
يبقى دول الثلاث خطوات. هنيجي بقى للخطوه رقم 4. الخطوه رقم 4 اللي هي ايه؟ ادخال الاحمال. برنامج السيب بقى مسك لك الاحمال، قال لك هم ثلاث انواع من الاحمال. حاجه اسمها الاريا لود، يعني اللي بتيجي على الاريا لود دي هتيجي على ايه؟ الجوين اريا لود، اسمها اريا لود، يبقى هتيجي على ايه؟ الاريا اللي هي الجلاطه. مش احنا لسه قايلين دلوقتي ان هم حاجتين، فريم واريا؟ طب تمام. اريا لود يعني اريا بتيجي، يعني حمل بيجي على الاريا اللي هي الجلاطه. طب الفريم لود حمل بيجي على الفريم. تمام. بصوا يا شباب، لو انا عندي كده مساحه بلاطه، بيجي النوع الحمل اللي بيجي عليها اللي هو اسمه اريا لود. تمام. طيب الفريم لود، الفريم لود والجوينت لود. فريم لود يعني الحمل بيجي على، مش دي كده اتفقنا؟ لو دي كاميرا ده كده اسمه فريم. حلو. الحمل اللي بيجي على اي نقطه في الفريم اسمه فريم لود. الحمل اللي بيجي على نقطه بدايه ونهايه الفريم جوينت لود. يبقى الاريا ده الحمل اللي الاحمال اللي بتيجي على المساحات، الاريا اللي هي بتيجي على البلاطات. الفريم لود دي الاحمال اللي بتيجي على اي نقطه على الفريم، اي مكان في الفريم. اما الجوينت لود هي الاحمال اللي بتيجي على بدايه ونهايه الفريم، هي نقطه الجوينت. يعني الناس الاريا والفريم يكون الحمل عباره عن فريم موزع على، لا هنشوف دلوقتي. ومش شرط الفريم يبقى موزع، هنتكلم عليهم دلوقتي. اولا انواع الاحمال اللي بتيجي على الجوينت لود. احنا اتفقنا جوينت لود يعني الحمل بيجي فين؟ اللي هي نقطه بدايه ونهايه الفريم. انا ممكن يجي لي حمل كده اهو، حمل في بدايه او نهايه، ده او ده مش شرط الاثنين. حمل في بدايه ونهايه الفريم ده كده اسمه ايه؟ جوينت لود، لانه عند البدايه والنهايه. ممكن يجي لي مومنت عند نهايه الفريم. طيب ممكن يجي لي كمان ايه؟ ستلمنت، هبوط. الستلمنت ده عباره عن حمل نزل لتحت، عمود نزل لتحت، فده الستلمنت. ده بيحصل فين؟ في مكان الجوينت. هو برضه عمليا كده يعني ايه جوينت؟ مش دي كاميرا؟ هنا عمود وهنا عمود، يبقى دي اسمها جوينت ودي اسمها جوينت، اللي النقطة اللي اتصل فيها بالعمود. ايوه. طب ممكن يبقى فيها عمود في الشغل؟ يبقى جوينت برضه. ايه اللي فصل الفريم؟ ايه اللي فصل الكاميرا دي؟ العمود ده. لو ما فيش عمود ده كانت هتبقى كلها حاجة واحدة. تمام كده؟ طيب. هنيجي بقى نبص ده كده بالنسبة للجوينت لود. بالنسبة للفريم لود، الفريم لود نوعين، بوينت لود وديستريبيوتد لود. هو احنا اتفقنا الفريم لود يعني الحمل اللي بيجي على الفريم على الخط. طيب لو جه اثر في نقطه واحده في الخط، يعني بقى حمل كونسنتريتد لود مركز، البرنامج بيدلعه بيسميه ايه؟ بوينت لود. ليه؟ حلو. يعني انا يا باشمهندس انا عايز احط حمل كونسنتريتد لود في مكان معين، يبقى انت كده الحمل ده احنا بنسميه ايه؟ بسميه اولا ده فريم لود، صح؟ نوع ديستريبيوتد. تمام. نوع قصدي ايه؟ بوينت لود. يبقى الحمل الكونسنتريتد ده عباره عن فريم لود عشان بيأثر على فريم. وليه بوينت لود؟ عشان بيأثر على نقطه جوه الفريم. فهمت؟ طيب ممكن يكون بوينت لود عباره عن مومنت. لو المومنت جاي جوه على الفريم يبقى اسمه فريم لود ونوعه بوينت، لان المومنت هنا بيأثر على نقطه جوه الفريم. تمام. طيب الديستريبيوتد لود حمل فريم لود برضه، بس بيأثر على مسافه كامله، مش بيأثر في نقطه. حمل موزع بيأثر على مسافه. طب تمام. قال لك الحمل الموزع ده في منه نوعين، حاجه اسمها يونيفورم وحاجه اسمها ترابيزويد. اليونيفورم ده الحمل الموزع الثابت، قيمته ثابته، قيمته ثابته ما بتتغيرش، يعني من الاول للاخر قيمته ثابته اهو. الترابيزويد ده حمل بيبتدي بقيمه ويفضل يزيد يزيد لحد ما يوصل للقيمه ويقل ويوصل لقيمه ثانيه. زي ده كده اهو. هنا ابتدى بقيمه متغير يعني مش ثابت. تمام. اليونيفورم لود ده هنا لو انا عايز اعرفه، ده عباره عن فريم لود، نوعه ديستريبيوتد، شكله يونيفورم لود وتدخل القيمه بتاعته. طب حمل زي ده هو ده معناه ايه؟ ان هو ابتدى بصفر، فضل يزيد لحد ما وصل لقيمه معينه ورجع تاني لايه؟ طب وهنا ابتدى بصفر، فضل يزيد وصل لقيمه معينه،
ثبت عليها وبعد كده قل لحد ما رجع تاني للصفر. القيمه مثلا معانا مفيش مشكله، بس في الاخر طالما اتغير يبقى ترابيزويدال ولا انفور. حلو كده، انا اللي انا محتاجه منك لحد دلوقتي تبص لي على ده تقول لي يا باشمهندس ده نوعه حمل فريم لود ديستريبيوتد يونيفورم، ده حمل فريم فريم لود ديستريبيوتد ترابيزويد، ده حمل فريم لود بوينت لود، يا حمل يا مومنت. فهمت؟ تمام. هو كل الكلام ده سهل ما فيهوش اي حاجه، لسه هنفهم اكتر كمان واحنا شغالين. اخر خطوه الحل واظهار النتائج. انت بتعمل لحد هنا، حد دخل له الحل، وبعد كده رقم خمسه اقول له بقى وريني، يبدا بقى يفرجك هو على الحاجات دي واحده واحده من الخمسه. قدام لما نكبر بقى شويه في الكورس كده، يعني كمان اربع خمس كده حضرات بالظبط، الحضره الرابعه ان شاء الله، هنبتدي نشوف البرنامج ده، البرنامج ده القيم اللي احنا طلعناها اللي هم الخمس قيم دول هنعمل بيهم ايه؟ هنسلحهم ازاي؟ هنطلع حديد ازاي؟ ده قدام. دلوقتي انا عايزك توصل لحد ما فين؟ لحد ما تطلع الخمس قيم دول وشكرا على كده. تمام. نيجي لاول حاجه خالص، اول مثال معانا مثال البيم ده. احنا اتفقنا ان الخمس خطوات هما ايه؟ ادخال احساسيات، تعريف قطاعات، رسم منشا، ادخال احمال، حل واظهار النتائج. تعال نوصل نبص على البيم ده. تعال نبتدي نتكلم على اول خطوه، اول خطوه اللي هي خطوه ادخال ايه؟ الاحداثيات. الكاميرا دي هتدخل في مستوى ايه؟ اكس وايه؟ اكس زد. تمام. واحده واحده مع بعض نفهم الخمسه، ادي اكس وادي ايه؟ زد. ابعادها في اتجاه اكس 6 4 9 في زد 0. تمام. يبقى ادي اول خطوه. ثاني خطوه تعريف القطاعات. نوع القطاع اللي هنا؟ نوعه مادته، ماده الصنع بتاعته خرسانه، يبقى انا عايز اعرف كونكريت. طيب تمام. ده ايه؟ لا ممكن خرسانه ممكن ستيل، هناخد ستيل قدام. يبقى دي النوع كونكريت. الشكل بتاعه ريكتانجل. ابعاده والدبس بكام؟ 25. الدبس 70. والويت 25. تمام كده؟ دي الخطوه الثانيه. تمام. الخطوه رقم ثلاثه، خطوه رقم ثلاثه رسم المنشا. ده اسمه ايه؟ ده فريم ولا ده الاريا ولا فريم؟ فريم. وده اي خط اسمه فريم. سبت كده معانا؟ تمام. انواع السبورتات، السبورت ده 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 رولر زي الفل. ادي ثالث خطوه رسم المنشا. اخر خطوه عندنا رابع خطوه اللي هي الاحمال. الحمل ده نوعه فريم لود ديستريبيوتد يونيفورم تسلا. دي لغه البرنامج، فريم لود ديستريبيوتد يونيفورم. طب ده حلو حلو. طب هنا بقى الفريم لود ده ابتدى بكام؟ وصل على لكام؟ رجع تاني بكام؟ حلو. الحملين دول نوعهم لا لا فريم لود بوينت لود. طب هل ده جوينت ولا بوينت لود؟ تمام، لانه جوه، يبقى فريم لود بوينت لود. سهله كده؟ كده احنا زي الفل. نبدا بقى نشوف الكلام ده بيترجم على البرنامج ازاي. برنامج ساب 2000 فيرجن 20 ده الشكل بتاع الملف بتاعه. اول ما بتفتحه دي الشاشه الافتتاحيه بتاعته. كل الشاشات كده كلهم كده، كل الفيرجنات نفس الفكره، فانا ما عرفتش مشكله تشتغل على اي فيرجن، تعرف تتعامل يعني. طيب اول خطوه واهم خطوه ودي الخطوه الوحيده اللي لو نسيتها اقفل البرنامج وعيد من الاول. اي خطوه بعد كده نسيتها غلطت فيها تتصلح الا دي، دي تقفل البرنامج وتعيد من الاول. ايه هي؟ تظبيط الوحدات. ايه يعني ايه تظبيط الوحدات؟ ايه الوحدات اللي انا شغال عليها؟ انا الوحدات اللي انا شغال عليها طن متر سيليزيوس. ازاي متر سيليزيوس؟ طيب الطن دي وحده وزن والمتر دي وحده طول اطوال، السيليزيوس حراره. طيب هو هنا مختار نوع تاني، اجي اظبطهم من هنا تك تك هنا كده واختار طن متر سيليزيوس. ظبطت وحدات. طيب محدش يطبق، انا هشرح حته واقف واقول لكم طبق. طيب ظبطت وحدات وبعد كده
وبعد كده انا عايز افتح ملف جديد اشتغل عليه. يبقى احنا او فايل نيو موديل، فايل نيو موديل ده حماد شيء، او نيو موديل من هنا. اول ما تدوس نيو موديل بيفتح لك القايمه اللي عندك هنا، بيقول لك الوحدات طالما انت ظبطتها في بدايه البرنامج نفض لها خلاص، هي تفضل متظبطه على طول. طب ايه يا باشمهندس الاشكال اللي موجوده دي؟ ده مكتوب بلانك وجريد وبيم وترس وترس وفريم وفريم. ايه الليله دي؟ دي استنباط جاهزه. يعني مثلا انا عايز كاميرات، هدوس على كامر بيم فيظهر لك استنباط جاهزه للبيم، تعدل عليها. طيب انا ما بفضلش الكلام ده كله ليه؟ لان انت تخش على بيم هنا هيقول لك انت عايز مكان كام زبان ومسافه الزبان كام، فانت كده الزبانات مش قد بعض، فهترجع تخش تعدل عليها تاني. لا انا ما بحبش الكلام ده. امال انت عايز ايه يا عم؟ بلانك صفحه فاضيه وابتدي انا اشتغل بكيف. اول ما هتدوس بلانك اوتوماتيك البرنامج بيفتح لك شاشتين، اقفل واحده وخلي الثانيه. تعالى ادوس عليها كده واطلع فوق هنا كده اهي علامه الفيكس، اتفضل. طيب احنا اول خطوه اتفقنا عليها اللي هي خطوه ايه؟ الاحداثيات. اول خطوه الاحداثيات تتعمل ازاي؟ بتتعمل بشويه خطوات ورا بعض، لكن اول خطوه خطوه ادخال الاحداثيات. هتيجي في اي حته فاضيه وتدوس كليك يمين. تمام، احداثيات يعني ايه جريد داتا؟ قول له اديت جريد داتا، عايز اظبط الداتا بتاعت الجريدات اللي هنا عندك، الاحداثيات اللي عندك. طيب بيقول لك هنا نيو جريد داتا سيستم ولا موديفاي؟ لا هنعدل على اللي موجود، النظام الجلوبال ده والموديفاي شو سيستم، وريني السيستم اللي موجود عندك. عندك احداثيات هنا اكس واي وزد. انت الابعاد ايه يا ابني؟ انت عندك اكس ولا واي ولا زد؟ اكس. وعندي زد. زد قيمتها بزيرو واكس فيها قيم. طيب الاول في نظامين لادخال الاحداثيات، نظام اسمه الاوردينيت ونظام اسمه سبيسي. طب ايه يا باشمهندس الفرق بين الاوردينيت والسبيسنج؟ دلوقتي انا عندي الكاميرا بتاعتي بالشكل ده، البعد ده مثلا وليكن 6 وده 5 وده 7. طب مبلغ، خلينا نشغل الكاميرا بتاعتنا احسن. انا عندي الكاميرا دي 6 و4 و9. لو انت هتشتغل بنظام الاوردينيت انت دايما بتبتدي من نقطه الاورجن. فين نقطه الاورجن؟ اهي على طول نقطه الاورجن شمال تحت اهي، مش دي الشمال اهي، يبقى دي نقطه الاورجن. اول مسافه هتقولها له بكام؟ تاني مسافه ده كله من الاول على طول، تالت مسافه ده كده لو انت بتشتغل بنظام الاوردينيت. طب نظام السبيسنج بتدخله المسافات بس اللي هي كام؟ 6 4 و 9. انا بحب اشتغل بالسبيسنج، الاثنين زي بعض مفيش فرق، الاثنين صح. اجي هنا اقول له سبيسنج. طيب مش راضي يعملها ليه؟ دوس بس اد هنا واد واد وبعد كده دوس سبيسنج. اللي هو بكتب الارقام اللي عندي على طول. اه تكتب الارقام اللي عندك على طول. هنا انت دلوقتي يا باشمهندس محتاج تدخل كام بعد في اتجاه اكس؟ ثلاثه. هنا موجود واحده، ادي الثانيه الثالثه الرابعه، زود واحده. طب في زد محتاج قد ايه؟ مفيش، هي مش عايز حاجه، يبقى سيبها واحده زي ما هي. طب خلي بالك انا كنت اوردينيت ما رضيش يعمل لي سبيسنج، الا لازم اضيف له واحده بس وبعد كده اعمل سبيسنج. طيب ازود هنا هم الاربعه بتوع اول واحده مسافتها بكام؟ 6 4 9 ادي 6 وانزل على اللي تحتيها بكام؟ 4 واللي تحتيها بكام؟ تمام. طيب صل على النبي. عشان تشتغل بنظام اوردينيت، النظام اللي انا لسه قايل لك عليه، في شرط. اول احداثي هتدخل قيمته بصفر لازم. ثاني احداثي 6، ثالث احداثي 10، رابع احداثي. طيب لو هتدخل نظام سبيسنج تبتدي من العاديه دي 6 4 9 ولازم تنهي بزيرو. طب انا ما نهيتش بزيرو، ايه اللي هيحصل يعني؟ هو هيطلع اذكى منك، هيشيل 9 دي ويحط مكانها زيرو. تمام كده، يبقى لازم تنتهي بزيرو. طيب ما تصحش عليك. طيب تمام كده، دي احداثيات، ادوس اوكي. طبعا زد ما فيهاش حاجه، ادوس اوكي. ادوس اوكي. احنا اتفقنا ان احنا شغالين على انهي اتجاه؟ اكس زد. فوق كده اهو ده مكان الرؤيه، القايمه دي كده بتاعت الرؤيه.
انت عايز اكس واي ولا اكس زد ولا واي زد؟ اكس زد. دوس على اكس زد. ادي الكاميرا بتاعتك اهي قدامك. تمام كده؟ طيب كده احنا انتهينا من اول خطوه اللي هي خطوه ادخال الاحداثيات. الخطوه رقم 2 عندي اللي هي خطوه ايه؟ تعريف القطاعات. انا عشان اعرف القطاعات اول حاجه بعرف خواص الماده المستخدمه. هو كلمه تعريف، تعريف يعني ايه بالانجليزي؟ ها؟ ديفاين. تمام كده؟ طيب انا عايز اعرف الماده اللي عندي، ماده يعني ايه بالانجليزي؟ ماتيريال. يبقى انا عايز اقول له ايه؟ ديفاين اهي. ديفاين ايه؟ ماتيريال. تمام كده؟ تمام. بس الاول بس قبل ما اخش على الخطوه الثانيه طبقه وبعد كده نكمل بقيه الخطوه. يبقى هنيجي هنا من قائمه ديفاين واقول له ماتيريال. هنا في نوعين من الماتيريال، دول الافتراضي بتوع البرنامج، حاجه اسمها 4000 بي اس اي وحاجه اسمها 8992. اي دي واي دي. الافتراضي بتاع البرنامج ان دي ال 4000 بي اس اي دي اللي هي الخرسانه اللي هي الكونكريت، ودي بتاعتها اللي هي الستيل. طيب انت ممكن تدوس اد نيو بس مالهاش لازمه، ما انت كده كده اصلا ايه هو معرف واحده، خش عدل عليها. دوس عليها هنا يبقى اد نيو ولا موديفاي؟ موديفاي. اسمها عايز تغيره غيره، عايز تخليها زي ما هي خليها زي ما هي. كونكريت. الماتيريال طيب نوعها كونكريت، هو عاملها لوحده. طب تمام. هنا الويت بير يونت فوليوم اللي هي الجامة، الجامة عندنا بكام؟ الجامة ب2.5. تمام ب2.5. حلو. هنا الاي المودلس اوف الاسيستي. ايه 1000 هو 2.5. لا ده من الكوب. جاما سي اللي زي الجاما سي بتاعت تمام دي ثابته القيم دي. طب المدرس الفلسطيني من الكود كده في اول صفحه 14000 جذر الاف سي يو. تمام كده؟ معايير احنا ايوه دي معايير المرونه اللي احنا كنا بنعملها. المهم طيب ال 14000 دي بوحده الكيلو جرام، انا شغال هنا طن متر، هزود صفر يبقى اضربها في 10 يبقى كام؟ 140000 4 في او جذر الاف سي يو. جذر الاف سي يو، الاف سي يو بكام؟ 200 وكام؟ و50. القيم دي ثابته معايا. تعملهم بقى على حسب ما اطلع الناتج، انا هنا هعملهم على البرنامج. بص بقى معايا 140000 4 اصفار في وافتح قوس واقول له 250 واقفل القوس واقول له قص اللي هي شيفت وسته قص نص. عايز تعملها كده، عايز تعملها على حسب مره، المهم عندي تعملها لي. طيب تمام. البوزيشن هنا بزيرو. بص بقى امتى باخدها بزيرو وامتى باخدها بوينت 2. باختصار كده لو المبنى بتاعك ده مبنى خرسانه، يعني ايه خرسانه؟ مبنى بيتكون من اعمده وكاميرات وكده، خدها بزيرو. مبنى ما فيهوش تشريخ يعني مثلا زي التنكات مثلا هتاخدها بوينت 2. مبنى ما فيهوش اعمده وكاميرات، ما فيهوش سكيلتون سيستم. لا ممكن يكون مثلا زي التنكات. في مباني تمام؟ هنا مش هتفرق معايا، خدها باي حاجه لان دي كاميرا بس. طب هنا الاف داش سي، احنا عارفين الاف سي بكام؟ احنا بنعرفها ازاي الاف سي دي ب 250؟ كنا بنعمل تجربه كده عباره عن ان احنا بنجيب مكعب ابعاده كام في كام في كام؟ تمام 15 في 15 في 15 ونكسره بعد 3 ايام وبعد اسبوع وبعد 20، المفروض ان هو في الاخر هيوصل لاكبر اف سي اللي هي قوه الاجهاد ب 250 صح؟ دي المعادله بتاعتنا محسوبه 250 محسوبه على اساس ان احنا جهات كعب المكعب الخرسانه. بره بيشتغلوا بحاجه اسمها سلندر. إيه. عشان بقى قيمه الاف سي يو دي لو اتعملت على الاسطوانه ما بتكافئش 250، الاف سي يو بتاعتنا لما بتتعمل على الاسطوانه ما بتكافئش 250. امال تكافئ كام؟ تكافئ بوينت 8 في ال 250. طيب معادله، دي معادله بين المكعب وحاجات حاجه رياضيه مش تبعنا يعني. ما هي بتقل مش تبعنا، مسألة رياضية عشان تحول من مكعب لسلندر. بوينت 8 تمام؟ طيب يبقى هنا الاف داش سي بقى اللي هي بتاعتهم هخليها لهم بكام؟
بوينت 8 في 250 بس بزود صفر عشان التحويل لان انا شغال بالطنمت يعني في 2500 يطلع لك بقى 2000 عايز تحفظها وتخليها على طول 2000 احفظها وخليها على طول 2000 اكتب على طول 2000 واشتري بقى وهنا نفس الكلام بس ايه اللي كلها هتتغير في الستين حاجه وخرسان حاجه ثانيه انا بعرف خرسان في مشكله في الخطوه دي يبقى انا عملت ثلاث حاجات الاف داش سي هقول لك دلوقتي الاف داش سي اللي بي قصدي الجار 2.5 المودوس اوسلاسيستي 140000 جذر اف سي وهنا دي اف داش سي ب 2000 طيب انا بقول لي ليه كررناها مرتين هنا بيقول لك اللي هي كام المفروض اف سي يو والاكسبكت انت متخيل انها توصل لكام ايه هي الاثنين زي بعض 2000 وادوس اوكي يبقى انا كده خلصت اول خطوه احنا عندنا كده نرجع تاني الخطوات تعريف القطاع خواص الماده دي انا خلصتها عايز ابتدي بقى اعرف القطاع نفسه تعريف يعني ايه قطاع ديفاين يعني قطاع يعني ايه تعريف يعني ديفاين قطاع سيكشن يبقى انا اقول له ديفاين سيكشن بروبرتيز السيكشن بتاعي ده نوع فريم ولا اريا فريم حتى خط فريم يبقى ديفاين سيكشن بروبرتيز فريم سيكشن طيب انت عايز امبورت نيو بروبرتي ولا اد نيو ايه الفرق بين الاثنين امبورت ده بيخش على المكتبه كل برنامج بينزل يبقى على مكتبه ابعاد ستاندرد ثابته يخش على المكتبه يجيب منها ولا انت عارف ابعادك وهتعرفها انا عارف ابعادك اد نيو طيب القطاع بتاعك ده هل هو ستيل ولا بلت اب ستيل ولا كونكريت المونيوم ولا ازر ازر ازاي ما كونكريت كونكريت طيب ريكتانجل ولا سيركل ولا بايب ولا تيوب ريكتانجل هنا السكشن نيم اسمه هتسميه ايه سميه اللي انت عايزه ان شاء الله حماده براحتك زي ما هتسميه بس احنا هنتفق على تسميه على طول نسمي بيها ليه عشان لو القطاعات كتير ما تتوهش هتسميها باسمها مش دي عباره عن بيم كم في كم ابعادها هي؟ كم في كم؟ 25 في 70 يبقى بيم 25 في 70 كده لو عندي 300 بيم في المبنى غير بعض اقدر بقى ابعاد دي كذا فبرسمها بقى ابعاد طيب كده انا عرفت القطاع؟ لا انا ده مجرد اسم اوعى تعمل دي وتنسى تغير الابعاد يبقى ملهاش لازمه طيب الدبس هنا بكام؟ 70 طب والويتس؟ 25 من الابعاد بالمتر انت مدخلها بوحدة بالمتر اه تمام ماشي ما هي بوينت 7 هي بوينت 70 صح صح مبرموش ما هي بوينت 7 طيب هنا بوحدة المتر وهي اصلا 25 سم مالكش دعوة بدي ده اسم مجرد اسم ده ملوش لازمة ده عبارة عن اسم سكشن نيم اما الاساس عندي فين دول الدايمنشن خلي بالك هنا هو عاملها ايه ليه ما هو عارف ان الماتيريال دي هي اللي نوعها كونكريت وانت لما دخلت له من بره قلت له كونكريت سهله كده وادوس اوكي اوكي يبقى انا كده عملت ايه يا باشمهندسين جيت هنا جيت هنا عرفت خاص الماده اللي هي الماتيريال وعرفت القطاع قلت له نوع القطاع ده كونكريت وفريم سيكشن وريكتانجل سيكشن ودخلت له ابعاد كده انا خلصت الخطوه الثانيه صعبه يبقى الخطوه الثانيه باختصار حاجتين تعريف الماتيريال وتعريف القطاع سهله اتفضلوا اتفضلوا طيب بعد كده عايزين نعمل ايه نيجي على الخطوه الثالثه اللي هي خطوه رسم المنشا المبنى بتاعي الرسمه بتاعتي اللي هنا ده عباره عن ايه فريم صح اشتبهنا اي خط يعني فريم حلو طب رسمة الفريم ده بقى يبقى قائمة ايه عايز ارسم هخش على قائمة درو الدرو ايه بقى فريم ولا اريا يبقى درو فريم هلاقي عندي ادي فريم وادي التاني ايه هنا درو فريم وكويك درو فريم ايه الفرق بين دي ودي ونفس العلامتين دول موجودين في شريط المهام اللي جنبك هنا اختصار دي تجيبها من هنا تجيبها من هنا ماشي طب ايه يا باشمهندس فرق بين دي ودي تعال نجرب الاثنين ونكتشف مع بعض اول واحده في الدرو فريم هتك عليها كده بيظهر لي المربع ده
انا عايز ايه من المربع ده؟ السكشن بتاعك هو ده السكشن بتاعك. طب انا لو عندي اكتر من سكشن هتدوس عليه كده وتختار. طيب الدرو فريم، بص بقى تعالى على اول نقطه كده لقيت ظاهر لك خط احمر، بتختار اول نقطه وتمشي وتختار اخر نقطه. طب وانا اخر نقطه اعرفها منين يا باشمهندس؟ تمشي كده ظاهر لك علامه حمراء على بعد كام؟ طب هو البرنامج عارف منين ان المسافه على بعد 6؟ دخلناها له في الاول اهو. تمام. وبعدين 6 4 في هنا كانتش اترسم 9 ما اترسمتش، تخش تاني اتاكد ما اترسمتش ليه. ايديت جريد داتا موديفاي وسبيسنج ما قلناش مزودين 9 وادوس اوكي واجيب اداه الرسم وهكملها تاني. طيب ده كده بالنسبه للدرو فريم، اخرج بسكيب، عايز اخرج بدوس سكيب. طب ده كده بالنسبه للدرو فريم. اما بقى كويك هنمسح كل دول، اختارهم كده وادوس زرار ديليت من الكيبورد، انا مسحتهم. طيب الكويك بقى، الكويك بتدوس برضه تختار هنا القطاع، تدوس على اي حته في القطاع، بس خلي بالك انا بدوس بايه؟ شايف الماوس؟ مش الماوس عباره عن، شايف بص راس، مش الماوس عباره عن سهم كده؟ راس السهم ده هي دي اللي تلقط بيها الخط. كده انا رسمت الكويك. اسهل ولا الدرو فريم؟ الكويك، بس الكويك ما بترسمش العناصر المايله. يعني لو حضرتك عندك كاميرا مايله، اي فريم مايل، كاميرا عمود اي فريم مايل، ما ينفعش ترسمه بالكويك، لازم ترسمه بالات الايه؟ الدرو العاديه. تمام كده؟ نعرف الاثنين، فيها مشكله؟ حلو، عايز اخرج من الامر اخرج بسكيب. طب عايز امسك انا عارف اختارها كده وتدوس ديليت من الكيبورد. طب تمام الخطوه ديليت. طيب الخطوه اللي بعد كده، خطوه رسم المنشا عباره عن حاجتين، برسم جسم المنشا وبرسم السبورتات. السبورت ده وده نوعه ايه؟ هنج. الهنج ده السبورت ده بيتحط على ايه؟ نقطه، النقطه اسمها ايه؟ جوينت، عشان بدايه ونهايه فريم. يبقى انا هختار النقطه اهي اهي واهي. انا عايز اعمل عمليه توقيع للسبورت. كلمه توقيع بالانجليزي اساين. اساين على جوينت ولا على فريم ولا عايز تعمل اساين على ايه؟ جوينت. مش اصلا السبورت ده عباره عن مقاومه للاحمال. يبقى ريسترين، يبقى اساين جوينت ريسترين. بيقول لك اختار نوع السبورت، هو ده ولا ده ولا ده ولا ده. طب ده ايه؟ ده 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 3 بوينت. 3 بوينت ايه 3 بوينت دي؟ اوريها لك دلوقتي. لا مش ده، لا 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 ال 3 بوينت غير الانترميديت هنج. الانترميديت هنج حاجه والفري بوينت حاجه. الانترميديت هنج اللي في اخر الكاميرا هوريها لك دلوقتي. انت بتاخد حاجه نضيفه، اقول له هنج اهو وادوس اوكي. طيب رسم لي الهنج. طب انا افرض عايز امسح الهنج ده، امسحه ازاي؟ بص بقى لو انا اخترت ودوست ديليت هيمسح لي الكاميرا. لا انا مش عايز الكاميرا، انا عايز امسح الهنج. هتختار اي ايديت جوه برنامج الساب بيتم عن طريق نفس الخطوات اللي انت عملته بيها. يعني انا عملت الهنج دي ازاي؟ دخلت على اساين جوينت ريسترين. طب فين المسح؟ الفري بوينت، هي دي الفري بوينت. حتى تلاقي مش معلم على ورقه واحده من دول، ودوس اوكي مسح. بس بتضغط على احلى. اه لازم تختارها، ما تخش بص قائمه اساين دي، اوعى تيجي ناحيتها لو انت عامل سيلكت للحاجه. يبقى اساين جوينت ريسترين واحط الهنج وادوس اوكي. ممكن ادوس ابلاي واكمل عادي في القائمه واختار بقى هنا. هنا انا عايز اختار ايه؟ الجوينت اللي هنا والجوينت اللي هنا ونوعهم رولر وادوس ابلاي. في حاجه ثانيه؟ دوس اوكي. طب ايه الحاجات دي؟ مش احنا كنا بناخد في الدراسه بتاعتنا يقول لك ان الهنج بيسمح بالحركه في ثلاث اتجاهات والروتيشن في ثلاث اتجاهات اهو. طب والفيكس والهنج ده الفيكس سوري، الهنج الحركه بس ما بيسمحش بالدوران، والرولر بيسمح بالحركه في اتجاه واحد، والفري ما فيهوش. هو ده خلصت هتدوس اوكي. سهله كده؟ حلو. يبقى دي كده خطوه ايه؟ رسم المنشا، حاجتين جسم المنشا، وده بيترسم يا اما درو يا اما كويك. والخطوه الثانيه سبورتات، من اساين جوينت واختار نوع السبورت، وما اخشش على قائمه اساين دي الا وانا
عامل سيلكت على المكان اللي هيتحط فيه السبورت. سهله كده. اتفضلوا تفضل. الخطوه رقم 4 خطوه ادخال الاحمال. نمسك حمل حمل كده ونتفاهم فيه. الحمل الاولاني ده نوعه فريم لود ديستريبيوتد لود يونيفورم كده. انت 100 يبقى ايه فريم؟ يبقى فريم لود ديستريبيوتد يونيفورم. طيب الحمل الثاني سيبك منه ندخل الاولاني ده. بص يا معلم انا عايز اعمل توقيع للحمل، يبقى هخش على قائمه الصيد. بس قبل ما ادخل على القائمه دي لازم اكون محدد اهو، حددت الفريم واخش على الصيد. انت عايز ايه بقى؟ عايز فريم لود. فين فريم لود؟ اهي. مش فريم، فريم حاجه وفريم لود حاجه ثانيه. ادي فريم لود. عايز ايه في فريم لود؟ بوينت ولا ديستريبيوتد ولا تمبريتشر ولا ايه بالهري ده؟ ديستريبيوتد. حلو. هل بقى انت عايز اليونيفورم لود ولا الترابيزويدال لود؟ يونيفورم. قيمته بكام؟ بخمسه. بقول له خمسه؟ سته. المسافه لسته. اوكي. بس قبل ما نسكين نبص بصه كده نشوف الدنيا ماشيه ازاي في القايمه دي. اول حاجه في القايمه ده حاجه اسمها نوع الحمل، لود باتر، الديد لود. قدام في الاسقف هنعرف ايه الديد لود واللايف لود وانواع الاحمال. طيب الكوردينيشن سيستم اللي هو جلوبال ولوكال، برضه احنا شغالين على الجلوبال ولسه في المثال اللي بعد ده هنشوف اللوكال. طيب اللود دايركشن هو اتجاه الحمل هنا في اكس ولا واي ولا زد؟ لا ايه ايه اتجاه الحمل؟ زد زد لفوق، هو مش لفوق، عكس زد اللي هو اتجاه الجرافيتي اللي هي اتجاه الجاذبيه. عندك اكس وواي وزد وجرافيتي. نوع الحمل فورس ولا مومنت؟ فورس. تمام كده. طيب دول اقول لك عليهم دلوقتي، دي الترابيزويدال لسه هنشرحها. ادوس اوكي. حطيت كده انا الحمل ده نوعه يونيفورم وقيمته. طب افترض يا باشمهندس انا حطيت الحمل غلط، عايز اظبطه او امسحه خالص، هتعمل ايه؟ اي ايديت بيتم من نفس القايمه. صحيح. يبقى اختار واخش على الصايد. فريم لود ديستريبيوتد. واجي هنا بقى. بص بقى في الاوبشن، لو مثلا مثلا الحمل قيمته 2 مش 5، وما انا كاتب له هنا 2. واجي الاختيارات هقول له ريب اد تو اكستندنج لود، يعني تضيف الحمل ده. لو انا علمت على اد ودوست اوكي هياخد الاثنين ويضيفها على الخمسه ويعمل لك حمل قيمته. طب لو انا قلت له ريبليس هيعمل ايه؟ هيشيل الخمسه ويحط الاثنين. طب لو انا قلت له ديليت، بص بص قفلك كل حاجه، يعني كده هيعمل ايه؟ دوس اوكي مسح الحمل. تمام. نرجع بقى نحطه تاني اهو. الساين فريم لود ديستريبيوت، وهقول له هنا ريبليس او اد اي حاجه واحط الحمل بكام؟ بخمسه وسته. طول ما انت شغال على البرنامج ده اوعى ايدك تيجي على كنترول وزد. عايز تعمل تراجع لاي خطوه ما تجيش على كنترول وزد. ليه؟ البرنامج بيهيس. من الاخر كده تلاقي نفسك رجع لك ثلاث اربع خطوات ورا، مسح لك حمل، بوظ لك الدنيا. لا ما تلجا لهاش خالص. لما تبقى صايع قوي في البرنامج هتعرف انت تستخدمه امتى، لكن كبدايه ما تلجالهاش. عايز تشيل حاجه خش امسحها زي ما احنا مسحناها، عايز تحط حمل حطه من الاول. اتفقنا؟ طيب الحمل رقم 2 نوعه فريم لود ديستريبيوتد ترابيزويدال. حلو. بدايته وامتى وصل للقيمه دي؟ القيمه دي 3. امتى وصل؟ على بعد 2 متر او اللي هي في نص القطار، صح كده؟ طيب وامتى وصل للصفر تاني؟ طب حلو، تعال نخش نشوف الكلام ده. اولا اختار الفريم واقول له اساين فريم لود ديستريبيوت، صح كده؟ يونيفورم ولا ترابيزويدال؟ ادي الترابيزويد. عندك حاجه اسمها ريلاتيف لودز، ريلاتيف ديستانس واللود. يعني ايه الاثنين؟ هنا المسافه وهنا هتدخل له قيمه الحمل. هنا ريلاتيف ديستانس فروم اند وابسوليوت ديستانس، يعني ايه الفرق بين الاثنين؟ الريلاتيف يعني بالنسبه والابسوليوت يعني بالقيمه. برضه يعني ايه يا باشمهندس بالقيمه؟ يعني ايه بالنسبه؟ مش انت الحمل عندك بالمنظر ده؟
والطول هنا 4 وهنا اهو ادي نفس الحمل اهو بس هو مرتين هنا قيمه الحمل تقريبا 3 والمسافه 4. لو انت يا باشمهندس حضرتك قلت له ريلاتيف يبقى انت بتقول له بالنسبه، يعني هتقول له هنا عند الصفر الحمل كان قيمته بكام؟ الصفر اللي هو هنا الحمل كان قيمته بكام؟ بزيرو. طيب وعند نص القيمة نص اللي هي بوينت 5 الحمل كان قيمته بكام؟ 3. طيب وعند اخر القطاع الحمل كان قيمته بكام؟ صفر. واخر القطاع بواحد؟ اه ما هي لو نسبة هتبقى بواحد. يعني ايه نسبة بواحد؟ ما انا عندي النسبة يعني ربع نص 99% 100% مش 100% يعني واحد؟ صح كده؟ على 100. انا بس عايز اقول 50% يبقى 50 على 100 هتساوي نص. طب 100% من القطاع 100 على 100 هتساوي واحد. انا لو هتكلم بالريلاتيف هتكلم بالمنظر ده. اقول عند الصفر والقيمه بكذا، عند النص وعند الواحد. طيب لو هتكلم بالابسليوت يبقى هقول له على مسافه 0 متر الحمل قيمته، وعند مسافه كم متر؟ 2 متر الحمل قيمته، وعند مسافه 4 متر الحمل قيمته صفر. يبقى انا هنا كده صفر. يبقى هنا كده بتكلم بالمسافه بالمتر وهنا بتكلم بالنسبه. فهمت؟ تمام. سيبها فاضيه بس فاضيه. امتى لو هي ما لو الشكل بقى الشكل اللي هو كده استخدم 4 هنستخدمه. طيب خلينا نجرب في الشكل في دي ريلاتيف، والمره الجايه نبقى نكمل نجرب ابسليوت. هنا الريلاتيف عند مسافة صفر الحمل قيمته صفر. طيب وعند مسافة كام؟ عند مسافة نص الحمل قيمته 3، وعند مسافة واحد الحمل قيمته، وهنا صفر. مسافة انت مختار مختار ايه؟ ريلاتيف. يبقى نص. لو انا اخترت ابسليوت، بص انا اخترت ابسليوت اهو، يبقى هنا اقول له 2 واقول له هنا كام؟ اي حاجه براحتك. انا بعلمك كنت اختار انت عايز ايه بالظبط. هم واحد ولا الهواء دي التلت ودي التلتين، تمام؟ مش خلينا نثبتها ابسوليوت ونشتغل عليها. ماشي مفيش حاجه مشكله. طيب لو انا دوست اوكي كده انا هعمل كارثه. طب ليه يا باشمهندس تعمل ايه اللي هيحصل لو انت دوست اوكي على الوضع ده؟ بص بص لو انا دوست اوكي هلاقي المنظر طلع لي بالشكل ده. ده القطاع اهو هتلاقي طالع لك كده. الله الله ايه اللي حصل؟ هو عمل كده ليه؟ وكاتب لك هنا 8 وكاتب لك هنا 5. الله ايه اللي حصل بقى؟ ما اصل انت اليونيفورم برنامج الساب زي برنامج الاوتوكاد زي معظم برامج الديزاين بيفضل محتفظ باخر قيمه. مش انت كنت دخلت على القايمه دي وعملت الفريم اللي هنا بخمسه هو فضل محتفظ بيها، لو ما صفرتهاش هتفضل زي ما هي. فانا لازم اجي له هنا واقول له دي بكام؟ بصفر وما انساهاش وادوس اوكي. ادي الحمل بتاعي فيها مشكله يا شباب؟ حلو. نخش على اللي بعد كده. الفريم ده عليه حملين نوعهم فريم لود بوينت لود مش جوينت بوينت. حلو. بوينت لود الحمل الاولاني قيمته بكام؟ 2. على مسافه مش دي 9 يبقى دي 3 3 3. حلو. هاجي له هنا مش شرط ايه؟ هنا محطوطه كده مش شرط مش قانون ملزم ليه بس هنا باين ان شكلها كده. اختار الحمل اهو الفريم اهو واقول له اساين فريم لود واختار ايه المره دي؟ بوينت لود. تمام. هنا بيقول لي ريلاتيف ولا ابسوليوت؟ ابسوليوت بقى خلاص خلينا شغالين عليه. على مسافه كام؟ لا هنا بقى مش هتفرق معايا صفر موجوده ولا مش موجوده. ليه؟ بص ركز معايا. هنا الصفر فيه حمل بيزيد تدريجي لحد ما يوصل لقيمه معينه. يعني المنطقه دي فيها حمل ولا ما فيهاش؟ فيها. فانا بقول له على بدايته عليها وعلى نهايته الجزء ده. وهنا نفس الحكايه. فلازم هنا في الديستريبيوتد
ان انا بقوله بدايته ونهايته لان ده حمل موجود من اوله لاخره. اما هنا لا، ده حمل عند نقطه معينه، يعني هنا مفيش حاجه ملهاش لازمه، فانا بدخله على طول الاحمال في الطريق في الايه، في البوينت. طيب هتقول له هنا عند الصفر مفيش صفر بقى، عند مسافه كام؟ 3. كنت طب وعلى مسافه 6؟ بس كده، فيها مشكله؟ ودوسوا تحط الاحمال. لا بص عاطف اتخض ازاي يا عيني، ايه اللي حصل؟ المشاكل مستحيل يمسح، هو بيعمل ايه البرنامج؟ بص البرنامج كاتب لك هنا ايه؟ فريم كونسنتريتد. البرنامج ده محترم، ما بيرضاش يظهر لك الا نوع واحد من الاحمال. هو دلوقتي انت حطيت له كونسنتريتد لود، فهو ظهر لك كونسنتريتد لود بس بخفلك الباقي. لا انا عايز اظهر الاحمال كلها. طب هتظهر الاحمال كلها ازاي؟ هقول له شو لود، صح كده؟ ظهر لي الاحمال، بتيجي من قائمه ديسبلاي، خش على ديسبلاي واقول له شو شو ايه؟ شو لود. طب تمام، الشو لود اللي على الفريم ولا اللي على الجوينت؟ هي اللود بتاعتي على الجوينت. على الجوينت يا ظالم. الفريم كل ده انا اخش فريم لود فريم لود فريم لود، يبقى على الفريم واقول له اوكي هيظهرها لي كلها. تمام كده؟ ادي كده الاحمال، دي خطوه ايه؟ ادخال الاحمال. دي اخر خطوه انا بعملها، اللي بعد كده عايز اقول للبرنامج اظهر لي النتائج. سهله خطوه ادخال احمال؟ سهله. تمام، اتفضلت يا فندم. خطوه حل المنشا اقول له رن، رن دي تقلها له ازاي؟ يا اما من هنا اهو رن اناليزيس، يا اما من اناليزيس من هنا اقول له رن اناليزيس، او اختصارها اف 5 اقول له رن اناليزيس. اوتوماتيك البرنامج بيفتح هيفتح لك القايمه دي طبعا. الاول هنا في حاجه اسمها ديد وحاجه اسمها مودل. مودل ده احنا هنستخدمه في الزلازل والرياح، اما الديد ده اللي احنا ايه؟ شغالين عليه الاكشن بتاع حبل الميه. قدام بقى نشرح بالتفصيل كل الكلام اللي انا بقوله النهارده ده هيتشرح واحده واحده بالتفصيل. من اول تعريف الماتيريال لحد ده كل الكلام ده كله لسه ليه شرح وتفصيل في كل مثال هنشتغل عليه. هنتعلم حاجة جديدة، ولما نشتغل على الخرسانة هندقق أكتر في كل حاجة. طيب، عندي هنا أهو الديد، الحالة بتاعته رن ولا دونت رن؟ رن. المودل رن. أنا هخلي الديد رن والمودل دونت رن، ليه دونت رن؟ لما أخش الزلازل والرياح أبقى عاملها رن. فهاجي هنا أهو على هنا بقت إيه؟ دونت رن. وأدوس رن ناو مش أوكي، وأدوس رن ناو، وريني بقى الحاجة. اوتوماتيك برنامج السيف بيطلب منك انك تسيف الملف بتاعه. طيب وانت بتسيف الملف لازم تركز في حاجتين مهمين جدا. اول حاجه لما تيجي تسيفه لازم تسيفه في فولدر جديد. ليه فولدر جديد؟ برنامج السيف مش زي كل البرامج بيطلع فايل واحد كده وخلاص، لا ده المساله دي ممكن تلاقيه عمل لك فيها 30 40 فايل. فانت لو جيت سجله على الديسك توب هتلاقي الدنيا اتغربلت قدامك، فانت سجله جوه فولدر جديد. طيب ده الفولدر بتاعك. تاني حاجه حاول بقدر الامكان تخلي الاسم بتاع الاسم لازم يكون انجليزي او بيما، الاسم يكون انجليزي، اسم الملف ما ينفعش يبقى عربي هيضرب. حاول بقى بقدر الامكان ان المسار بتاعه يكون انجليزي. هو البرنامج اللي ساب عنده مشكله مع الاثنين دول، انك تسيفه في مكان كده فاضي هيغرقه لك، او ان انت تكتب فيه اي حاجه بالعربي كله بالانجليزي. تمام كده، دي كده بيم واحد سيف كده، انا سيف هياخد وقته ويبتدي يحل ويطلع لي القيم. اتفرج بقى على الخمس قيم اللي احنا اتفقنا عليها، هو بياخد وقت على ما يحل. كل ما المنشأ كبر كل ما خد وقت اطول، كل ما كانت امكانيات جهازك اضعف كل ما خد وقت اطول. اول حاجه ظهرت دي ايه؟ ده دي الكاميرا. ايه بقى اللي فيها دي؟ ده الشكل ده ايه من الخمس حاجات بتوعنا؟ مومنت ازاي يا ظالم؟ ده ديفليكشن. بس مش عارف ما تفتيش، خليك صغير اقرا الحته دي تعرف ايه اللي ظاهر على طول. ادي الديفورمد شيب اللي هو الديفليكشن، دي كده شكل الديفليكشن اول حاجه ظهرت معاك. طيب نبدا بقى، دي اول حاجه ظهرت لك. احنا قلت لك انا بظهر بس ما بشتغل، مش هعمل حاجه غير ان انا اظهر. شرح وظيفه الديفليكشن ايه، وظيفه الحاجات دي ايه، والديزاين كامل ده هناخده في الجزء بتاع الديزاين. ادي الديفليكشن. طيب عايزين نظهر بعد كده الباقي. شايف المكان اللي هنا ده؟
ده كده اللي مسؤول عن اظهار كل حاجه. طيب تمام، تعالى ادوس على دي. اول واحده الجوينت، ايه اللي هيظهر على الجوينت؟ ندوس اوكي. هيظهر على رياكشنات. طيب تركيز رياكشنات. طيب هنا الجوينت برضو ايه الفرق بين ارز واللي هنا؟ دول ايه؟ بص لو دوست دي هيظهر لك القيم كده مكتوبه، اما لو دوست هنا على ارض هيظهر لك ايه؟ لا احسن انا دول اي حاجه الاتجاه هي هي هو كده كده اتجاهها كده. نيجي نظهر بعد كده من فريم هنا، عايز اظهر المومنت وعايز اظهر الشير والنورمال. المومنت جوه برنامج الساب بيدلعوه يسموه مومنت 3 3، والشير بيسموه شير 2 2، والنورمال بيسموه اكسل فورس. طب ايه المومنت 2 2 وايه الشير 3 3؟ دول هنعرفهم قدام. وليه المومنت بيسموه 3 3؟ ده كله هناخده معانا في الطريق. طيب هختار دلوقتي المومنت وادوس اوكي، هيظهر لي شكل المومنت ده، شكل المومنت. طب انا عايز قيم المومنت تظهر، انت لو مشيت كده على اي حته عندك قيمه المومنت ظهر. طب لا انا عايزها تبقى مكتوبه، هتخش على نفس القايمه اهي وتقول له ايه هنا؟ شو فاليو. انا بقول لك في الدايجرام عامله لك الشكل ولا شو فاليو؟ قول له شو فاليو. اوكي ادي الفاليو. طيب من فريم اظهر الشير 2 2. اوكي ده كده الايه؟ الشير ده مظبوط. بص احنا خدنا هنا في ايه؟ هنا في ايه اصلا؟ رد فعل رياكشن صح؟ يعني خدنا شمال وطالع يطلع، يعني المفروض ان الشير يبقى بالمنظر ده مقلوب من الاخر عكس الشير. بص في مصر بس عندنا شمال وطالع بيطلع، العالم كله شغال العكس، المفروض اصلا العكس بس احنا بس اللي مختلفين، فهو البرنامج معمول على بره فبالتالي هو ده الصح. طيب هو من اليمين طلع طلع كده كده اصلا في الشير الاتجاه ملوش لازمه، فوق تحت زي بعض، انا باخد القيمه فهي كده صح وكده صح. طب انا عايز اقلبه كحب فضول بس مش اكتر، يعني كنوع من انواع الفضول، هتدخل من هنا كده وهتيجي على السكيل اوف دايكرام قول له يوزر ديفند وخليه زي ما هي بنفس القيمه بس بالسالب. القيمة عندك مش شرط تكون واحد، مهما كانت القيمة خليها بسالب ودوس اوكي. واحد كبيرة صغرها بدل واحد خليها مثلا سالب نص او سالب واحد من عشرة ودوس ابلاي. تمام كده حلو. عايز اظهر بقى اي حاجة تانية؟ المومنت مثلا اهو، بس ما اخليش دي زي ما هي عشان ما يطلعليش مقلوب، ارجعها اوتوماتيك تاني. ادي المومنت. طيب عايز ينزل الاكسل فورس اوكي. ليه مفيش اكسل فورس؟ عشان اصلا مفيش قوه في اتجاه اكس صح كده؟ في اي مشكله لحد دلوقتي؟ تعال ننزل كده المومنت الثاني كده نتاكد يمكن يكون في حاجه غلط. ادي المومنت. اخر حاجه هنظهرها ايه؟ انا ظهرت دلوقتي المومنت والشير والنورمال ادي الثلاث والديفليكشن والرياكشن، يبقى انا ظهرت الخمسه. طب انا عايز تظهر لي الديفليكشن تاني، هتظهره منين؟ عايز تظهره تاني من هنا دي وتدوس اوكي. بص ادي ده كده ترجعه للشكل الاساسي بتاعك هنا ديفليكشن. ديفليكشن ما هو حركه الحمل لسه، وظيفه الديفليكشن هنشوفها قدام مع بعض. طب ايه الاوبشن الواير شادو ده؟ بيظهر لك الاصلي ويظهر لك شكل الديفليكشن، ومن هنا دي كده بظهر فيها الجوينت، بظهر منها رياكشنات الاعمده، ومن هنا بظهر الفريم، بظهر منها مومنت والشير. في اي مشكله كده؟ موضوع سهل. طيب دول كده الخمس قيم. اخر حاجه بس عايز اقولها، لو انا الملف عندي، لو انا عايز افتح دلوقتي مثلا، انا هقفل البرنامج خالص سيف يس او نو او يس، انا قفلت البرنامج بتاعي عايز ابتدي ابص فين الملف اللي انا سيفته؟ اهو ده الملف اللي انا كنت حافظ فيه، مش انا عملت سيف وانا بعمل رن، ده الملف او اللي هو اسمه دي دي ده، هو ده الملف بتاعي. طيب تمام، لو انا عايز افتح الفايل بتاعي تاني هدوس على دي ولا ادوس على ايه؟ لا ما تدوسش على دي، ما تخشش تدوس على دي خالص. وفي فيرجنات مش هتلاقي لونها مختلف، هتلاقي لونها ابيض كده.
امال انا عايز اشتغل هعمل ايه؟ افتح برنامج الساب الاول. ده لو انت عايز تفتح ملف موجود عندك بالفعل، هتفتح برنامج الساب وهتخش مع برنامج الساب فايل اوبن وتفتحه بالمنظر ده، لكن ما تخشش على الفايل وتفتحه كده لان ممكن يضرب. دي حاجه. وفي فيرجنال غير سام 20 مش هتلاقي ظاهره، تقول له فايل اوبن واختار المسار بتاعك او مثلا على الساب اهو دي كده انت فتحت. تمام كده انت فتحته. وكده حافظ لحد خطوه الحل، تبتدي تزرع بقى الاحمال بتاعتك زي ما انت عايز. تمام كده، في اي مشكله؟ كده خلصت المحاضره الاولى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.